السلام عليكم. لوحة أو منظر 3D زي ما واضح بالصورة، أي يتغير من ناحية زاوية النظر، حجمه تقريبا 40 في 40، سعره 9000 دينار. راح أراويكم مجموعة من المناظر. هذا الحصان مثل ما واضح، أيضا هذا لوحة للفهد، مجموعة من الأحصنة. وغيرها من اللوحات اللي يعني مميزة وجميلة، خاصة بالطبيعة والحيوانات الأخرى.